الشعاب المرجانية جنان تحت الماء توشك على الفناء قد تبدو الشعاب المرجانية مثل كتل صخرية صماء أو نباتات أحيانًا لكنها بالواقع كائنات حية لا فقارية ذات ارتباط وثيق بقناديل البحر تشغل الشعاب المرجانية مساحة صفر فاصلة واحد بالمئة من محيطات العالم لكنها في هذه المساحة الضئيلة نسبيا تحتضن نحو خمسة وعشرين بالمئة من الكائنات البحرية. هذه المواطن الآمنة لأشكال الحياة البحرية مهددة بالزوال تلعب عوامل عدة دورا في دمار الشعاب المرجانية منها تلوث المحيطات وارتفاع درجة حرارة المياه وأساليب الصيد المدمرة وإن استمر الحال على هذا المنوال ستسطر البشرية إبادة الشعاب المرجانية بحلول عام 2050